هلا اوكي خلينا نبدا بالسبجكت تاعنا. اذا وي ستارتد توكينج اباوت الري ابزوربشن فورسز والري ابزوربشن ريت وكيف هاو ريجوليشن اوف ري ابزوربشن از امبورتنت. بلشنا نحكي على الموضوع طبعا انا هلا ثالث مره بحكي عنه فان شاء الله ما انسى اي شيء حكيته. بالنسبة للreabsorption is directly proportional للnet reabsorption pressure اللي هو شفناه احنا بالمحاضرات السابقة. اوكي وكمان بيعتمد على الcoefficient اوكي for هو نفسه تاع الcoefficient for filtration كمان موجود في اللي هو البنتيوبولار كابيلاريز. اوكي اذا الري ابزوربشن ريت از دايركتلي بروبورشنال اوكي تو ذا نت. انا بحاول احفظ لبسكم ترى اللبس اسهل اللبس هلا اجى ابو القميص الزيتي اجى شفته بعرف انه كان بالمحاضره القديم طلع. اوكي اذا الري ابزوربشن ريت directly proportional to the net reabsorption pressure كمان directly proportional to the coefficient of filtration بحيث انه كل ما زاد الـ net reabsorption pressure بيزيد الـ reabsorption rate صح ولا لا؟ صح؟ طيب هلا الـ coefficient عادة ما بيزيد يعني غالبا بيكون constant اللي هو around 12.4 mil per minute per millimeter mercury اوكي؟ لكن لو زاد لو it happened for some reason وزاد ممكن هذا يؤدي إلى زيادة في إيش؟ في reabsorption rates. لكن غالباً التغيرات أو changes in the net reabsorption pressure will result in changes in overall reabsorption rate. طبعاً the reabsorption rate around 124 mil per minute. Okay. يعني لو نطلع على different determinants, if we look at the different determinants of capillary reabsorption لاي انه if KF coefficient increased that may increase reabsorption if capillary hydrostatic pressure increased كيف حيتغير الreabsorption will decrease okay راح يقل حسب النت reabsorption equation اخذناها مبارح فهي opposing الreabsorption وبالتالي بيقل الreabsorption. أما الـ oncotic pressure if it increased هاي with الـ reabsorption وبالتالي الـ reabsorption will increase. أوكي هلا خلينا نطلع على الـ arrangement of the glomerular capillary as well as the peritubular capillaries with changes that can take place to either arterial pressure, afferent resistance or efferent resistance. How changes in these components may affect ال peritubular reabsorption. اوكي خلينا نمشي عليهم one by one. اول شيء arterial pressure. فاذا زاد ال arterial pressure بس في اصور ديليشن غالبا ممكن يزيد ال glomerular capillary pressure حتى لو في auto regulation still حيزيد اوكي و this will result in increase in peritubular capillary pressure ولا لا؟ مش كلهم continuous tube arranged in series فبالتالي ايش؟ بالتالي كيف الافكت على الارتيري بريشر على البيرتيوال كابيلاري راح يزداد الهاي حيقل ليه؟ لما يزيد الهايدروستاتيك بريشر بالبيرتيوال كابيلاريز حيقل الريابسوربشن اوكي؟ اذا هاي اول افكت انه اذا زاد الارتيري بريشر حيزيد البيرتيوال كابيلاري بريشر وحيقل الريابسوربشن. طيب if we increased the resistance في الافيرنت arterioles شو حيصير ل peritubular capillary hydrostatic pressure حتقل ويزيد ال اوكي وايش كمان حيقل الرينال بلازما فلو اوكي الرينال فلو الفلو اللي جوا حيمشي حيكون اقل الهايدروستاتيك هلا خلينا نشوف الهايدروستاتيك كيف كل ما زاد الرينال arteriolar أو afferent resistance شو حيصير بالglomerular peritubular
capillary hydrostatic pressure حيقل. وهاي ايش تاثيرها على الري ابزوربشن؟ حتزيد الري ابزوربشن. اذا هون العكس صار عندنا. اذا كل ما قل الهايدروستاتيك بريشر حيزيد الري ابزوربشن. اوكي، هاي لما زدنا ايش؟ الافيرنت ريزيستنس. طيب اذا احنا زدنا الافيرنت ريزيستنس اللي هي على الارتريول الثاني، زدنا ريزيستنس، عملنا كونستريكشن، شو حيصير للبيريتوبولار كابيلاري هيدروستاتيك بريشر؟ نفس الشيء كمان حتقل. اذا ما اختلف سواء الافيرنت او الافيرنت بالنسبه للبيريتوبولار كابيلاريز، سواء هاي او هاي صار كونستريكشن، النتيجه واحده، حيكون في عندنا البيريتوبولار هيدروستاتيك بريشر ايش حيصير فيه؟ ات ويل ديكريز. وهاي ويل انكريز ايش؟ ري ابزوربشن. ات ويل انكريز ري ابزوربشن حسب الهيموديناميك فورسز والنت ري ابزوربشن بريشر. طيب what about the oncotic pressure؟ if oncotic pressure increased الري ابزوربشن اكيد حيصير في increase. بدنا نربط هاد مع ال causes of increased oncotic. شو ممكن يزيد ال oncotic pressure؟ اما انه ال arterial pressure proteins نسبتها زادت وبالتالي صار في increased في الأنكوتيك pressure everywhere، يعني ومنهم ال peritubular capillaries. okay، أو إنه الفلتريشن fraction، again نرجع للفلتريشن fraction، إنها تكون إيش؟ زادت. إذا زادت this will result in increased أنكوتيك pressure. وشو تأثيره معناته على ال reabsorption؟ حيزيد ال reabsorption. نرجع مرة تانية ل الفورمولا، انه كيف احنا بنطلع على الفلتريشن فراكشن او على ايش تعتمد. What are the determinants of filtration fraction؟ GFR divided by renal plasma flow. اذا indirectly انا ممكن اعرف شو الافكت تاعت الرينال بلازما فلو على الري ابزوربشن، صح ولا لا؟ اذا زدنا الرينال بلازما فلو بتقلل الفلتريشن، ايش حيصير بالري ابزوربشن؟ بقل. كيف بنمشي احنا بالسؤال؟ نمشي ستيب باي ستيب. اول شيء بنشوف اذا زاد الرينال بلازما فلو معناته حيقل الفلتريشن فراكشن، صح؟ بعدين الفلتريشن فراكشن اذا قلت حيقل الانكوتيك بريشر، والانكوتيك بريشر اذا قل شو حيصير للري ابزوربشن؟ حيقل. اذا بنمشي ستيب باي ستيب اوكي حتى نعرف نجاوب. هلا نسالكم عن شيء واحد بنغيره، مثلا what is the effect of increased GFR على الري ابزوربشن؟ كيف بنحلها؟ نفس الشيء، GFR اذا زادت يعني filtration fraction زادت وبالتالي oncotic pressure زاد، معناته الري ابزوربشن حيزيد. اوكي بدنا نمشي بنفكر بطريقه step by step. اوكي وما بنغير شغلتين بنفس الوقت، انه نسال شو صار. تمام اوكي. اذا هاي السمري للاشياء اللي اوريدي حكيناها كلها نفس الشيء. اوكي so this is actually what really happened، انه في الواقع بصير في عنا عمليات reabsorption وbulk flow across the tubule، صح؟ بالاخير هاي الاشياء كلها حتدخل على الرينال انترستيشيوم، صح؟ هلا بالرينال انترستيشيوم لازم انها يصير لها ايش؟ ري ابزوربشن فعلي على البيريتوبولار كابيلاريز، وهذا بيحدث او جوفرن باي ايش؟ باي نت ايش؟ ري ابزوربشن فورسز، يعني بيعتمد اعتماد كلي على النت ري ابزوربشن فورسز. فاذا كان النت ري ابزوربشن فورسز زي اللي فوق كان نورمال، يعني 10 مليمتر ميركوري، بتكون العملية كلها سموث، كل شيء صار له ري ابزوربشن بالانترستيشيوم والايش ويل كومبليت انه ري ابزوربشن بروسيس انتو ذا بيريتوبولار كابيلاريز. اذا كان الايش نورمال عندنا النت فلتريشن ري ابزوربشن بريشر. طيب الليك لبرا حيكون فيري ليتل، فيري ليتل انه يكون في من الفلويدز اللي صار لها ري ابزوربشن انه يصير لها ليك. however if for any reason يا اما زاد مثلا الهايدروستاتيك بريشر او قل الانكوتيك بريشر،
وصار في ريدكشن في النت ري ابزوربشن فورس، هون حيصير في اكيوميليشن للاشياء اللي صار لها ايش موفمنت او ترانسبورت ان ذا انترستيشيوم اند ويل باك ايش يصير لها باك ليك. شو يعني باك ليك؟ يعني حترجع رجوع للتيوبولار فلويد، فهذا رح يقلل من الاوفر اول ري ابزوربشن ولا لا؟ طبعا يس. فاذا احنا الكومبليت ري ابزوربشن بروسيس تعتمد بشكل كبير على النت ري ابزوربشن فورسز والهيموداينامك فورسز اللي بين البيرتيوبولار كابيلاريز والانترستيشن. اوكي، اذا ناو ليتس توك اباوت ذا هرمونال determinants او هرمونال contribution او changes اللي ممكن تحدثها الهرمونز. ايش كيف ممكن تغير الهرمونز على الابزوربشن؟ نبدا اول شيء بهرمون الالدوستيرون. طبعا كلنا بنعرف انه الالدوستيرون هرمون is stimulated من وين؟ او secreted من الادرينال كورتكس، صح؟ والمين ستيمولانتس مين اللي بيعمل ستيمولاشن الالدوستيرون؟ شغلتين اللي هم increased potassium levels hyperkalemia او الانجيوتنسين 2، هدول اكثر اللي هم stimuli للالدوستيرون ريليز. طيب هلا ايش الاكشنز للالدوستيرون once it's in the blood زي ما نحكي حيوصل على التيوبيولز tubular cells بالذات البرنسيبال والانتركاليتد سيلز. على البرنسيبال سيلز هيعمل ستيميوليشن للصوديوم ريابزوربشن عن طريق اللي هي ستيميوليتنج الصوديوم بوتاسيوم ام تي بي ايز والايناب شانل، صح ولا لا؟ بالليت ديستال اند كولكتنج دوت، صح؟ طيب كمان هيعمل سكريشن للبوتاسيوم ات ذا سيم تايم، حيزيد من السكريشن للبوتاسيوم، اذا حيزيد من الصوديوم ريابزوربشن بوتاسيوم سكريشن، وكمان على الانتركاليتد سيلز بيزيد من الهيدروجين سيكريشن، بيزيد من الهيدروجين سيكريشن بالانتركاليتد سيلز. اذا هاي الافكتس على من الالدوستيرون على الليت، اكثر شيء طبعا الافكت الريسبتور ساعته بالليت ديستال والكولكتنج تيوبولز. طيب هلا هون هاي كيف بتريبريزنت الافكت تاعت الالدوستيرون على البرنسيبال سيلز، انه زي ما انتم شايفين انها بوزيتيف stimulatory effect على sodium potassium ATPase وعلى الENAC channel وبالتالي بتزيد من potassium secretion. اوكي هلا اذا صار في abnormal طبعا regulation للالدوستيرون، يعني اذا كان في excessive aldosterone secretion، اوكي صار excessive بدون inhibition بدون negative feedback، اوكي في هاي الحالة بنسميها primary الدوستيرونيزم اللي هي بنسميه كونز سيندروم. اوكي في الكونز سيندروم شو الكونسيكونسز اللي هو انتو شوفوا الاكسسيف فانكشن للالدوستيرون ايش ممكن ينتج عنها، بما انه بيعمل ريابزوربشن للصوديوم معناته بيصير مور ريتينشن لمين؟ للصوديوم. اذا في ريتينشن للصوديوم، اوكي بما انه بيعمل سكريشن للبوتاسيوم اذا حيصير مور سكريشن وبالتالي حيصير في هايبوكاليميا، ومور سكريشن للهيدروجين حيعمل لي الكالوسيس، وطبعا الريتينشن تاع السولت مع الووتر حيعمل ايش هايبرتنشن. اما بالالدوستيرون ديفيشنسي اللي هو الاديسونز ديزيز طبعا بصير العكس، ما في الدوستيرون اذا ما في صوديوم ريتينشن فبالتالي في كثير لوس اوف صوديوم بلس انه في هايبركاليميا لانه ما في لوس اوف of potassium، وبيصير في بسبب loss of salts اللي هي hypotension loss of fluids. اوكي هلا الكنترول هلا اوريدي حكينا عنه بالاضافه طبعا لل ACTH كمان هذا شيء ضروري. اوكي اما الفاكتورز ذات decreases الالدوستيرون secretion اللي هي في عندنا ال AMP او اللي هو الاتريال ناتريوريتك بيبتايد، كيف بيتاثر على الالدوستيرون؟ هو بيعمل دايركت انهيبيشن على الانج 2 او على الرينين، اوكي على الرينين انجيوتنسين سيستم، والرينين انجيوتنسين سيستم هو ستيميوليتر للالدوستيرون، فاذا عملت انهيبيشن للرينين
والانج 2 انت هيك كمان تعمل انهيبيشن للريليز اوف الدوستيرون اوكي لانهم لينك توجذر اوكي طيب بالاضافه ل اذا كان الصوديوم كونسنتريشن في عندنا صوديوم لود عالي او اوزمولارتي للصوديوم عاليه فكمان this will result in increased in inhibition of aldosterone secretion okay طيب نبدا بالانج 2 how can it change or modulate reabsorption طبعا هو يعني key player في reabsorption process angiotensin 2 اول شيء من الفانكشنز تاعته او من الافكتس انه بيعمل stimulation للالدوستيرون اذا واحده من الافكتس عن طريق الالدوستيرون الطريقه الثانيه انه directly increases sodium reabsorption كيف طبعا بيعمل direct stimulation للصوديوم reabsorption transporters كلها بيعملها stimulation اللي هي موجوده من proximal لنهايه النفرون يعني proximal loop distal collecting كلها بيعمل زياده للصوديوم reabsorption فيها او stimulation لها اوكي هلا كمان الانج 2 له هيمودايناميك افكت عن طريقها بيعمل موديوليشن على الريابسوربشن كيف نرجع مره ثانيه لشو بيعمل الانج 2 على الفيسلز بيعمل بريفرنشال سيلكتيف ايش الافيرن كونستريكشن للافيرن اوكي للافيرن بالتالي احنا عرفنا شو الافكت تاعه على الجي اف ار انه بيمنعها انها تنزل يعني برفعها حتى ما تنزل اوكي هاي الافكت على الجي اف ار هلا كيف الافكت على الري ابزوربشن بزيد الري ابزوربشن احنا اخذنا الكونسبت انه اذا زدنا الكونستريكشن على الافيرنت بقلل او على الافيرنت بالنسبه للري ابزوربشن شو حيعمل للري ابزوربشن حيزيد الري ابزوربشن ليه لانه حيقلل من الهايدروستاتيك بريشر في البيريتيوبولار كابيلاريز اوكي فبالتالي حيزيد من الريابسوربشن مش بس هيك اوكي اذا هو كمان بيزيد الفلتريشن فراكشن اوكي فلما تزيد الفلتريشن فراكشن ليش بتزيد الفلتريشن فراكشن مين يحكي لانه بيقلل من الرينال بلازما فلو اوكي بيقلل من الرينال بلازما فلو بالتالي بيزيد من الفراكشن فلتريشن فراكشن بيزيد من الانكوتيك بريشر وهاي كمان لحالها شو بتعمل بتزيد الريابسوربشن بتزيد الريابسوربشن فاذا اكثر من ايش ميكانيزم باي ويتش ذا انج 2 كان انكريز ريابسوربشن طيب هلا خلينا نحكي عن السيجنالينج اللي بتخلي الانج 2 يعمل ستيميليشن للشانلز ذس از ان اكزامبل انه الانج 2 لما يرتبط بال AT1 ريسبتورز بيزيد بستيميليتس البوتاسيوم صوديوم بوتاسيوم ATPase ممكن كمان بيزيد الاكتيفيتي تبعت الصوديوم هيدروجين اكسشينجر بيزيد مثلا الصوديوم بايكربونات هاي من الافكتس بس كمان في اذر اكزامبلز بس هاي مجرد انه نعرف كيف بيعمل الافكت تاعته الانجيوتنسين 2 على الصوديوم ريابسوربشن اوكي اذا نرجع للهيمودايناميك افكت هون بدنا نشوف كيف الانجيوتنسين 2 بياثر على الافيرنت وبياثر على الريابسوربشن لاحظوا هون الانج 2 زاد الافيرنت ريزيستنس بالتالي قلل من الهايدروستاتيك بريشر وين بالبيريتيوبولار كابيلاريز and this in turn will increase reabsorption so this is one mechanism second mechanism انه الرينال بلاد فلو كله حيقل بسبب الكونستريكشن حيقل وبالتالي حيزيد الفلتريشن فراكشن والفلتريشن فراكشن بس تزيد الانكوتيك بريشر بيزيد وكمان ان تيرن ويل انكريز ايش الري ابزوربشن سو في اكثر من ارم لا انكريزينج الري ابزوربشن بروسيس باي انج 2 بالاضافه للدايركت افكت على الترانسبورترز طيب اذا هون overall الصوديوم depletion for example can lead to increased production of ang2 increased resistance of efferent which will either increase in glomerular capillary pressure واللي هي preventing gfr from decreasing او increasing gfr على the other arm
it decreases renal blood flow and peritubular hydrostatic pressure, which both will lead to increased reabsorption. هلا في نقطة هون لاحظوا إنه الانجيوتنسين 2 أوكي هو الهدف تاعه إنه يرفع الضغط صح؟ عن طريق إنه يرجع الفلويدز والسولتس للجسم. طب ليش ما بيقلل الجي اف ار؟ ليش بيزيدها؟ لا هي ما بزيدها، برجعها نورمال. يعني بيرجعها للنورمال، كان ممكن يقللها ويوفر على الجسم ايش؟ ميكانيزمز ثانية. نعم هو احنا بدنا حتى يعني نحافظ على الفلويدز. يس جاوبني. عشان الويست نتخلص منها. برافو. إذا الانجيوتنسين 2 مظبوط إنه بده يحافظ لنا على الفوليوم، لكن بنفس الوقت بده يحافظ على وظيفة الكلية اللي هي في الجي اف ار، اللي لازم يكون في جي اف ار نورمال، إنه ما يقل عن اللازم. ليش؟ حتى يكون الإليمينيشن أوف ويست برودكت، يعني ما بدنا يعمل ريتنشن للويست برودكتس، إحنا بدنا أوكي نعمل ريتنشن للسولتس سيلكتيفلي، بس مش للويست برودكتس، عشان هيك وبيحافظ على الجي اف ار لكن بيعدل سيلكتيفلي على ايش؟ على الريابزوربشن. اوكي كثير كان مهمته حتكون اسهل لو ايه لو قلل الجي اف ار صح ولا لا؟ بس الانش 2 كمان بده يحافظ على وظيفه الكدني، ما بيعمل ريتنشن للويست، بده يخلي الويست تطلع مثل اليوريا والامونيا وكل الويست اللي ما بدنا اياها او الميتابولايتس، لكن بنفس الوقت ايش من زيد من الري ابزوربشن للسولت والووتر حتى نحافظ على الفوليوم. اذا في الهايبرتنشن في ادويه او في ميديكيشنز تتاخذ حتى تريديوس بلاد بريشر اللي هم دايركتد توورد الانجيوتنسين 2 اكشنز بيتو بلوك انش 2 اكشنز مثل الأيس إنهيبيتر زي الكابتوبريل للأنش 2 أنتاغونيست وسارتن أو رينين إنهيبيتر مثل الأليسكرين، هذول كلياتهم they inhibit the actions of أنش 2. فإيش الريزلت تاعتهم؟ اعكسوا كل الأكشنز تاعت الأنش 2، الإفكت تاعت هذول الأدوية إنه على الريأبزوربشن بروسيس إنه اعكسوا كل الأكشنز تاعت الأنش 2. شو حيصير؟ حيصير في decreased stimulation للألدوستيرون، حيصير في دايركت انهيبيشن للصوديوم ريابزوربشن، حيصير في ديكريزد ايش ريزيستنس اوف ذا افيرنت ارتريولز. فكل هدول ايش بينتج عنهم؟ ديكريزد ريابزوربشن صح، ديكريزد ريابزوربشن، وبالتالي بيصير في مور صوديوم اكسكريشن اللي هو بنسميه ناتريوريسز. فالناتريوريسز بيتبعها دايوريسز يعني إدرار للبول، هدول كلهم شو رح يعملوا بالبلود بريشر؟ they will decrease blood pressure. فإذا هاي اللي هي الجول لكل هدول البراس بلوكرز إنه إحنا نرجع البلود بريشر للطبيعي. أوكي عن طريق إنه نعمل inhibition للأكشن تاعت الأنجيوتنسين 2. أوكي هلا نبدأ بهرمون الـ ADH الانتي دايوريتيك هرمون. هلا الانتي دايوريتيك هرمون زي ما كنا بنعرف is secreted from the posterior pituitary gland صح؟ it's synthesized when في الهايبوثالامس and stored in the posterior stimulated متى؟ لما يصير في increased osmolarity، يعني غالبا osmoreceptors will sense increased osmolarity في الانترستيشيوم وهذا will result in stimulating ADH أو الانجيوتنسين 2 directly stimulates the ADH. طيب إذا هاد ال ADH له actions direct على ال water reabsorption زي ما شفنا إنه بال late and بال collecting duct بيعمل اللي هو insertion للأكوابورين channel وبالتالي increasing water permeability and this will increase water reabsorption في هدول segments and this will conserve fluid راح يحافظ على الفلويد في جسمنا، يزيد الwater reabsorption ويزيد من الvolume of blood أو extracellular fluid and increasing the blood pressure. okay كمان correcting the osmolarity
هاي واحدة من الأدوار المهمة، إنه سيلكتيفلي بيرجع الواتر، فبالتالي it corrects إيش الهايبر أوزموتيك بلازما. أوكي، هو important control للإكستراسيلولار فلويد أوزمولاريتي. أوكي، لاحظوا أكثر شيء مهم فيه إنه differential control على الواتر نفسه. أوكي، إذا كيف الأكشن تاعت الADH؟ الADH أو الفازوبريسين بيرتبط ب اللي هم الريسبتورز اللي هم V2 على الليت ديستال اند كوليكتينج تيوبولز. طبعا هدول جي بروتين كابل ريسبتور تو اس بيعملوا انكريس سايكليك اي ام بي وبيزيدوا من الفوسفوريليشن لفيسيكلز بتحتوي على الاكوابورين، اند ذس ويل ليد تو انسيرشن اوف ذيس فيسيكلز على البلازما ممبرين او اكسوسايتوسيس. فبصير في ال 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 خلينا نحكي الأكوابورينز بتصير موجودة expressed في الممبرين and then they the water permeability will increase بسبب هذا الانسيرشن اللي هي أكوابورين اسمهم type 2 channels alluminal tubular membrane، وبالتالي بصير في water reabsorption. طبعا water reabsorption بصير لأنه بيكون أصلا tubular fluid كتير diluted، فبصير إيش أول ما تزيد الـ permeability بزيد الـ water reabsorption. إذن in summary increased extracellular osmolarity of fluids اللي هو interstitial fluids will stimulate ADH release and this will increase tubular water permeability as well as water reabsorption resulting in decreased excretion of water. يعني بصير less volumes of urine, more concentrated urine. وهي أصلاً الـ ADH هو اللي بيعطي الكلية القدرة على concentrating الـ urine. أوكي؟ بالتالي بنحافظ على الـ fluids. أوكي. هلا الـ abnormalities of ADH، في عندنا الـ inappropriate ADH syndrome لما يكون في excess ADH. طبعا واضح اذا في ADH كثير زايد معناته في عندي كثير ايش ووتر في الجسم، وبالتالي decreased osmolarity، الاوزمولاريتي بتكون منخفضه. اوكي، هايبو اوزموتيك بلس هذا رح ياثر على ليفل اوف صوديوم. ليه؟ بيعمل ديليوشن للصوديوم، صح؟ بالتالي بصير في هايبوناتريميا، مش لانه خسرنا صوديوم بس لانه زدنا الووتر. اوكي، زدنا السولفنت. طيب يا جماعه انتوا لما تدخلوا على محاضره شكلكم ناسين كيف لما الواحد يدخل على محاضره بيعمل التليفون سايلنت، صح؟ طيب اذا في عندنا كونديشن ثاني اللي هو الاوبوزيت اللي هو سنترال diabetes insipidus. اوكي، هلا diabetes insipidus بيشبه الدايابيتس في ايش؟ شو بيعمل؟ بيبطل في ADH، وبالتالي شو بيصير للvolumes of fluids؟ بيصير لها excessive excretion. طبعا هذا بيشبه الدايابيتس. كيف بيشبهه؟ إنه كمان الدايابيتس ميليتس، أوكي، كمان بيصير في excessive urination. هلا بنشوف ليش، نعرف السبب ليش. أوكي، فبالتالي سموه دايابيتس بس هو مش الدايابيتس اللي بنعرفه، هو سببه إنه الـ ADH هرمون إذا في lack أو deficiency فيه، فبالتالي بيصير في excessive loss of fluids plus بصير في increased osmolarity للبلازما، بصير في hypernatremia وبصير في excessive thirst. اوكي، طيب هلا نحكي عن الـ ANP. الـ ANP كمان هرمون بيأثر على reabsorption. اوكي، حكينا عنه انه بيأثر على GFR، صح ولا لا؟ كمان بيأثر على reabsorption. الـ ANP stimulated لما يزيد الـ pressure على الـ atrium of the heart أو الـ volume expansion، إذا صار زاد الـ volume الموجود في الـ atrium of the heart. بالتالي ممكن يكون سببه إما hypertension أو السبب الثاني
ايش؟ congestive heart failure. بيكون في volumes ما صار لها pumping، بالتالي تعمل كمان stretch و stimulation للـ AMP. طيب اذا بس يطلع الـ AMP له actions. هلا واحدة من الـ actions انه directly inhibitor للـ transporter الصوديوم، بالتالي reduces الصوديوم reabsorption. هاي اول شيء direct. الـ second action indirect by inhibiting renin. حكينا يمكن انه الرينين بصير inhibition by AMP ولا ما حكينا؟ حكينا يمكن ذكرناه بالهيك. فبيعمل inhibition للرينين وبالتالي بيقل الـ anesthetic، بالتالي بيقل الـ reabsorption. يعني كل الـ effects اللي بتكون mediated by anesthetic to increase reabsorption احنا هيك نعملها inhibition، فبيقل الـ reabsorption وكمان بيزيد الـ GFR. طبعاً هاي حكيناها إنه بيعمل vasodilation للأفرنت فبزيد الـ GFR. فأنت لما تزيد الـ GFR وتقلل الـ reabsorption شو النت إفكت بتكون؟ بتكون عم تعمل more excretion. أوكي؟ تكون تشتغل على الجهتين، بتزيد الـ GFR بتقلل الـ excretion. طيب أوكي، هلأ بالنسبة للـ الفوليوم للبلود فوليوم اكيد حيعمل ريدكشن للبلود فوليوم، وبالتالي بيشتغل كانه دايرتيك، كانه انتاي هايبرتنسيف ايجنت طبيعي ناتشرال. اوكي، واكيد اذا كان في كونجستيف هارت فيلر كمان بيقلل من اللود اللي حيكون على الهارت. طيب اوكي، اذا هاي سمري للاكشنز للاي ام بي. لاحظوا inhibition للرينين للألدوسترون، لأنه الرينين أصلاً هو بيحفز الألدوسترون، فلما تعمل inhibition للرينين أو الH2 تعمل inhibition للألدوسترون، وكمان تعمل increase للGFR، وبالتالي net result بتزيد الصوديوم والwater excretion. أوكي، هرمونات كثيرة صح؟ هلأ الparathyroid هرمون اللي هو بيأثر سيلكتيفلي على مين؟ على الكالسيوم. اوكي، الافكت تاعته على الكالسيوم على الفوسفيت. هلا على الكالسيوم بيزيد الريابزوربشن للكالسيوم عشان يرفع الكالسيوم ليفل في البلد صح؟ على الفوسفيت بيعمل ريدكشن للريابزوربشن للفوسفيت. طبعا له الباراثيرويد اذر افكت اكيد اخذتوها بالاندوكرين، احنا بس قلنا دخل بالكدني. اوكي؟ طيب السيمباثيتك نيرفس ستيميليشن كمان إلها دور بالreabsorption process. How؟ طبعاً أول شيء directly بتعمل stimulation للtransporters للreabsorption of sodium. then directly بيشتغل على transporters بيزيد من عن طريق alpha receptors في renal tubules. هاي أول effect. The second effect it stimulates renin. لما نعمل stimulation للrenin you stimulate that results in NH2 production and this will also stimulate reabsorption. صح؟ then indirectly بيزيد reabsorption. وكمان بيقلل من الجي اف ار، بس هاي الافكت زي ما اتفقنا. السيمباثيتك الدور او الافكت على الجي اف ار كثير less than the effect on reabsorption. دور السيمباثيك على الريابزوربشن في المايلد ستيميليشن بيكون يعني افكتيف تاثيره تو انكريز ريابزوربشن، لكن على الجي اف اي بيكون هاف اولموست نوثينج تو دو وذ جي اف اي، ما بياثر على الجي اف اي بالمايلد لكن بيزيد من الريابزوربشن. اوكي، فبالتالي اونلي ان سيفير ستيميليشن ممكن ياثر على الجي اف اي سيمباثيك، بيكون له طبعا تاثير اكبر كمان على الريابزوربشن. اذا هذا بالنسبه للسيمباثيك ستيميليشن. طيب اذا ناو ليتس توك اباوت ذا افكت اوف بريشر اون ريابزوربشن. تذكروا الفاكتورز، احنا هلا باخر اثنين، ضل البريشر والاوزموتيك بريشر، قربنا نخلص. اوكي، اذا البريشر رينال، خلينا نحكي effects on the kidney by increasing blood pressure. شو اللي بيصير؟ هلا نطلع على renal excretion للصوديوم،
ونشوف كيف increasing blood pressure أو arterial blood pressure how would this affect urinary excretion of sodium. يعني إحنا مو عارفين شو بيأثر الـ pressure على الـ urinary excretion of sodium. فإذا we plotted هذا عملنا هاي الـ experiment بنلاحظ إنه acute changes in mean arterial pressure تعملنا زيادة بالـ urinary sodium excretion. كل ما زدنا الـ arterial pressure بنلاحظ إنه الـ urinary sodium excretion إيش ماله؟ بيزيد. أوكي. هاد في حالة الكرونيك. أوكي. الكرونيك increase في blood pressure. بنلاحظ إنه الزيادة بتكون إيش؟ بالurinary excretion مش gradual. بتكون سريعة. أوكي. الإيش السبب؟ ما في رسب. زاد أول مرة بس ما خف زاد لا السبب إنه بيكون صار في long term inhibition للرينال سيستم رينال التوستيرون. فهون لأنه كرونيك هلا في الأكيوت ما بيصير بسرعة الرينال والأنج 2 يعمل ويصيرهم ريليز والإفكت تبعتهم بيصير gradual صح؟ بدها وقت حتى تعمل افكت على الري ابزوربشن صح ولا لا؟ هذا في الاكيوت تشينجز في البلد بريشر. لكن الناس اللي عندهم البريشر عالي من زمان بالتالي بيكون عندهم اوريدي في صار انهبيشن قديم للرينال انجيوتنسين سيستم الدوستيرون سيستم وبالتالي هاي الافكتس حنشوفها على الري ابزوربشن حيكون اقل الري ابزوربشن للسورس صح؟ وبالتالي حيكون الاكسكريشن لهم كثير اعلى فبيطلع بيكون حاد اكثر بالكيرف تبعهم. طيب اذا how can pressure affect الرينال reabsorption؟ هلا اول شيء الهايدروستاتيك بريشر اذا زاد if it increased في البيريتيوبولار كابيلاريز this will decrease reabsorption. هاي متفقين عليها صح ولا لا؟ هلا الإفكت الثانية اللي أنا هلا حكيتها بيصير في إنهبيشن للرينين والألدوستيرون ولما تعمل إنهبيشن للرينين والألدوستيرون لو بياخد وقت شوي وفي وقت حيصير حتى يصير في خلينا نحكي كل الإفكت تاعتهم يصير لها ريفرس أوكي بس فاينالي حيصير في ريدكشن للري أبزوربشن أوف صوديوم أوكي وبالتالي حيقل إيش reabsorption وحيزيد ال excretion of sodium. أوكي؟ التفسير الثالث إنه ممكن كمان يصير في release لبعض ال factors اللي هم vasodilators مثل ال prostaglandins وال EDRF. شو هذا ال EDRF؟ nitric oxide. nitric oxide اللي هو endothelial relaxing factor. أوكي؟ اللي هو NO. طيب هدول كمان ممكن يساعدوا انهم يقللوا من الايش يقللوا من الري ابزوربشن بروسس. طيب اوكي هذا بنسميه على فكره كل ما حكيت اسمه بريشر ناتريوريسيس تاثير البريشر على الاكسكريشن اوف سولت بنسميه بريشر ناتريوريسيس. يعني كل ما زاد البريشر كل ما زاد الاكسكريشن للسولز وهذا بيتبعه ايش كمان دايوريسيس كمان بيتبعه دايوريسيس وهي اصلا يعني مفيده للجسم ليه لانه هيك بيصير الجسم يتخلص من الفوليوم اكثر وبالتالي بيحاول يحسن من يعدل من بلاد بريشر وهي هي مهمه الكدني ان تيرمز اوف بلاد بريشر ريجوليشن. اوكي هلا بدنا نشوف الـ effects of osmotic pressure على الـ reabsorption function. هلا الـ osmotic pressure احنا بنعني فيه اللي هو في الـ tubular fluids. هذا هو الـ osmotic pressure اللي احنا عم نحكي عنه. tubular fluid osmotic pressure. If certain substances did not undergo complete reabsorption وانه هي it should have been reabsorbed in early seconds مثل الـ glucose. اوكي؟ إذا مثلاً الجلوكوز إذا كان فلتر لود عالي لأنه هذا الإنسان uncontrolled diabetic patient في فلتريشن عالي للجلوكوز وما صار له complete reabsorption
راح يضل الجلوكوز في التيوبلر فلود ولا لا؟ نسبة كبيرة منه. فهذا راح يعمل ايش؟ اوزموتيك بريشر جوا وين؟ الفلويد جوا التيوبلر فلود، ما تتلخبطوا بينه وبين التيوبلر فلود، جوا التيوبلر فلود. بالتالي في سيجمنت، معلش تركزوا معانا هون، في سيجمنت اللي هم من ليت ديستال والكولكتنج تيوبولز اللي هي بيصير فيها، وكمان اذر سيجمنت ووتر ري ابزوربشن مثل ثين ديسندينج مثلا اوفنلي. اوكي شو حيصير؟ حيصير في هل رح يكون الووتر ابزوربشن نورمال؟ لا رح يقل. هل الووتر ابزوربشن حيكون نورمال؟ انت عندك هايبر اوزموتيك تيوبولر فلويد، هل رح يكون فيفر would it favor the water be favorable for water to get reabsorbed to be reabsorbed؟ لا فحيكون less reabsorption. اوكي حيكون في less reabsorption للwater، بالتالي حيصير في more excretion للtubular fluid، حيعمل diuretic effect. اوكي فهذا اللي بيحدث في diabetic uncontrolled patient diabetes mellitus، انه بصير عندهم polyuria، بضلهم يعني كثير في frequent urination بسبب الـ effect of unreabsorbed ايش؟ glucose. حيسحب معاه الـ water. اوكي وهون كمان الـ concept is used pharmaceutically، انه ممكن نستخدم بعض الشجر، لو سمحت تركز معانا اللي بالابيض، في مثل المانيتول مثلا ممكن نستخدمه، انه نعطي محلول من السكر المانيتول اللي هو ما بصير له ريابزوربشن كبير بالنفرون، فبالتالي بيعمل اوزموتيك بريشر وبيعمل اكسكريشن ودايوريسيس، فبالتالي زي كانه دايوريتيك لكنه بسموه اوزموتيك دايوريتيك، يعني اشي فيزيكال ما عم بيعمل دايركت انهيبيشن للترانسبورترز، بيعمل بس اوزموتيك افكت. يعني هو it's safe بس مش convenient. اوكي يعني ما في direct خلينا نحكي ممكن خلينا نحكي الناس الدايابيتك مش محبب انهم ياخذوا مثلا. اوكي طيب اذا how can we assess kidney؟ we can assess kidney by different means، منها انه نشوف الويست برودكتس الكلازما زي البن اللي النيتروجين موجودين بالدم او الكرياتين بالدم، بالتالي بيحكي لنا how well the kidney is eliminating the waste، او نشوف السبيسيفيك جرافيتي اللي بتعطيني قديش قدرة اليورين يعمل كونسنتريشن او لليورين كونسنتريتنج اليورين، او نعمل بروتين جلوكوز اناليسيس او البيومين لليورين نشوف اذا في مشكله بالفلتريشن ممبرين، او سكانز ايمجينج ميثودز اللي احنا هلا انترستد فيه اللي هو هاو تو اسس كيدني فانكشن باي ميجرينج كليرنس اوف ديفرنت سبستانسز. اوكي هلا احنا رح احكي لكم هيك بشكل مختصر، لكن حاعطيكم فيديو يشرح بشكل افضل. اوكي لانه ما في وقت، انا بحب اشرح لكم بالتفصيل بس يعني ممكن اعطيكم القانون واحكي لكم ذاتس ات، صح ولا لا؟ اللي بحب يعرف بالتفصيل كيف طلع هذا القانون وكيف عملناه وكيف نطبقه بشكل افضل، you can go ahead and watch الفيديو اللي حانزلكم اياه. طيب هل ايش معنى الكليرنس؟ الكليرنس is clearing of the volume of plasma that has been cleared completely of a certain substance per unit of time، يعني volume of plasma صارت نظيفة تماماً من مادة معينة في وحدة الزمن. بالتالي هاي clearance depends on the substance، وكمان بتعتمد على function تبعت الكلية، لكن كمان is different between different substances، يعني كل substance الكدني بتتعامل معها بشكل مختلف من ناحية انه clearance لإلها. اوكي فبالتالي اذا بدنا نطلع clearance mathematically، اوكي فالكليرنس ريت لماده يعني كم الفوليوم من البلازما اللي صار تماما كلير من هاي الماده في التايم، اوكي تايمز البلازما كونسنتريشن لهاي الماده، هذا حيكون تماما حيصير له يورينري اكسكريشن.
فبالتالي equals urinary excretion. فإذا urinary excretion الكامل للمادة okay equals clearance rate لإلها, يعني كم ممكن إنه rate of clearing البلازما من هاي المادة times the concentration للبلازما من هاي المادة. إذا هيك بنقدر نحصل على clearance إيش clearance mathematically, بيطلع clearance للsubstance equals بنحطها باتجاه لحال اللي هو urinary excretion للsubstance divided by the plasma concentration of the substance. هيك بصير clearance of certain substance. Okay. طبعا كيف نحسب urinary excretion للsubstance؟ لازم يكون عندنا urine flow rate كم مل per minute اللي هو V, ولازم يكون عندنا concentration للsubstance في urine. Okay. وكمان لازم نحسب او نعمل ميجرمنت للبلازما كونسنتريشن من الماده هاي. اوكي, اذا هيك بنطلع الكليرنس لهاي السبستانس. طبعا بنلاحظ انه الكليرنس لديفرنت سبستانسز مختلف. مثلا الجلوكوز كم بيطلع؟ زيرو. الالبيومين زيرو. الصوديوم بيطلع 0.9. اليوريا 70. الانيولين لاحظوا اليوريا ويست في الكليرنس تبعها اعلى. الانيولين 125. الانيولين مادة من برا الجسم اكسبيرمنتال. كون انه الكليرنس تاعها 125 هذا بذكركم في ايش؟ جي اف ار. فبالتالي ممكن نستخدم الكليرنس تاع الانيولين تو كالكوليت جي اف ار, بس نفس القانون بس انه بنعمل للانيولين. بس هون مشكلة, ايش المشكلة؟ انه هو مش موجود الانيولين في الجسم, فبدنا نجيب البيشنت ندخله بالمستشفى نعطيه الانيولين اوكي اي دي, بعدين نجمع اليورين نعمل 24 اور كولكشن لليورين ونحسب اليورينري اكسكريشن للانيولين وناخذ الستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن للانيولين ونعمل المعادله ونطلع الكليرنس للانيولين. هون بس ممكن انه نعرضه للخطر المريض, مش بس انه يعني اتس نوت ويرث ات. فبالتالي ممكن نستخدم إشي تاني أوكي اللي هو قريب للجي اف اي, الكليرنس اوف كرياتين 140 is close to ايش to جي اف اي. فممكن نعمل استيميشن او استيميتد جي اف اي انه الكرياتين بتصنع بالجسم, فبالتالي ناخذ البلازما ليفل اوف كرياتين. لكن كمان لازم نعمل 24 اور كولكشن للكرياتين بالبول باليورين. كمان هاي مش الكل بيعملها لانه ما بيعتمدوا على المرضى انه هيك يعمل, بس هي ادق. اوكي, هلا صاروا شو يستخدموا؟ يستخدموا معادلات موجوده. اوكي, بياخذوا بس البلازما كرياتينين, بياخذوا في معلومات معينه بنزل لكم انا ايش المعادلات هاي مش للحفظ بس فور يور نوليدج, حسب العمر والجندر والطول والهايت هاي الأشياء بيطلع الجي اف اي. اوكي, اخر شيء البي اي اتش. البي اي اتش او البارا امينو هيبريك اسيد, لاحظوا ان الكليرنس تاعه 600. ايش بذكركم؟ في ايش بذكركم؟ كريت رينال بلازما, رينال بلازما فلو. فبالتالي يستخدم لحساب الرينال بلازما فلو, بس بيعملوا عليه شويه كوركشن. انا هاي الاشياء حطيت لكم اياها بالفيديو. هون الجي اف ار ايكوالز كليرنس اوف انيولين, زي ما حكيت لكم دخلنا المريض وعملنا له, بس هاي ما بتصير الا اكسبيرمنتال. اوكي, بس بيحسبوا خلالها الجي اف ار بتطلع كثير دقيقه. اما انه نستخدم الكليرنس للبي اي اتش, كمان نحط للاكسبيرمنتال انيمال بي اي اتش ونعمل الكليرنس للبي اي اتش, بيطلع لنا ايش؟ البلازما فلوريد. بس ايش المشكله في البي اي اتش؟ شو المشكله فيه؟ انه ما بيصير كومبليت ريموفال. لاحظوا هون ما بيصير في كومبليت ريموفال للبي اي اتش في الفينوس كابيلاريز, يعني مش كلياته بيصير له اكسكريشن تماما بنفس البلازما فلوريت, في جزء بسيط منه بضل ما بيصير له سكريشن. فبالتالي بنعمل نحتاج نعمل كوركشن. الكوركشن هذا بورجيكم كيف طريقته. هذا مش كوركتد, لما تطلع من اللي هو
الكليرنس تاع البي اي اتش يطلع معاك وتقول هذا بسموه افكتيف رينال بلازما فلو. هذا مش دقيق جدا. هلا كيف بنظبطه؟ كيف بنظبطه؟ بنعمل شيء اسمه اكستراكتد بي اي اتش اللي هي بنشوف الفينوس بي اي اتش قديش تركيزه اوكي، بنطرحه من الارتيريال وبنقسمه على الارتيريال، بيطلع عندي رقم مثلا 0.9. هذا الرقم بصحح فيه ايش الاند اللي هو الافكتيف رينال بلازما فلو اللي طلعناه لانه مش دقيق. كيف نقسمه عليه بيطلع لنا الكوركتد رينال بلازما فلو. يعني انا حطيت لكم فيديو يعني اوضح الشرح على اساس انه حكيت كتير سريع، وان شاء الله المحاضره اللي بعد بكره حتكون رح نحكي عن الكونسنتريتنج يورين فانكشن، وحنبدا بالهوميوستاسيس للبوتاسيوم والبين الكترولايتس. اوكي، يعطيكم العافيه.